ابن سلام جعل في الطبقة الأولى من الشعراء، هو جعلهم في الأول شعراء جاهليين وشعراء إسلاميين، فجعل في الطبقة الأولى من الشعراء امرؤ القيس والأعشى وزهير والنابغة، هؤلاء كم؟ أربعة، امرؤ القيس والأعشى وزهير والنابغة، كلهم من أصحاب المعلقات. معلقة امرئ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. والنابغة: لخولة أطلال ببرقة ثهمدي. علقت النابغة: يا دار مية بالعلياء فالسندي أقوت وطال عليها سالف الأبد. ومعلقت هذا النابغة ومعلقت الأعشى: ودع هريرة إن الركب مرتحل، هل تطيق وداعا أيها الرجل. ومعلقت زهير: أمن أمي أوفى دملة لم تكلمي فحومانة الدراج فالمتلثم. فهؤلاء الأربعة. يقول النقاد إن صنيع ابن سلام في أن جعل هؤلاء في الطبقة العليا، هؤلاء الأربعة، يفسر لنا خبرا نقديا آخر. ما الخبر النقدي؟ قولهم: أشعر الناس امرؤ القيس إذا ركب، وزهير إذا رغب، والنابغة إذا رهب، والأعشى إذا طرب. ما مرادهم بهذه المقولة النقدية؟ يقولون: أشعر الناس امرؤ القيس إذا ركب، أي إذا خرج للصيد، وقد أغتدي والطير في أكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. فالرجل ابن ملوك إذا خرج للصيد وبكر فيه يظهر شعره أكثر من غيره، امرؤ القيس إذا ركب، وزهير إذا رغب، رغب في المدح، لأن زهيرا كان ينقح شعره وعرف شعره بالحوليات، فيحسن: فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم، يمينا لنعم السيدان وجدت ما على كل حال من سحير مبرم. قصيدة يمدح فيها سيدين كريمين سعيا في الصلح ما بين قيس، ما بين عبس وذبيان. ثم قال: والنابغة إذا رهب، إذا رهب يعني خاف، والنابغة أصابه الخوف من المناذرة، فقال قصيدته يعتذر إليهم: يا دار مية بالعلياء فالسندي أقوت وطال عليها سالف الأمد. إلى أن قال: إذن فلا رفعت صوتي إلي يدي. وهذا كله في اعتذاره، إلا سليمان إذ قال الإله له: قم في البرية واحددها عن الفندي. وقد قال في شعره: كذلك نبئت أن أبا قابوس يوعدني ولا قرار على زأر من الأسد. هذا كله من رهبته وخوفه، فأبدع في الاعتذار. ثم قال: قالوا في المقولة: والأعشى إذا طرب، إذا طرب أي إذا سكر وكان شارب خمر. وقد قال: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل، غراء فراء مسقول عوارضها، تمشي الهوين كما يمشي الوجه الوحل. وذكر قضية الشرب: فقلت للشرب في درنا وقد ثملوا، شيموا وكيف يشيم الشارب الثمل، نازعتهم قضب الريحان متكئا، وقهوة مزة راوقها خضر، لا يستفيقون منها حين نشربها إلا بهات، وإن علوا وإن نهلوا. فكان الرجل كثير الشراب، فلذلك قالوا: والأعشى إذا طرب، وكان يعرف بصناجة العرب. هؤلاء الأربعة جعلهم ابن سلام في الطبقة الأولى.